التعايش مع الوباء الخطوة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة للعراق وجدت ترحيبا بين بعض المواطنين مبررين ذلك بالظروف المعيشية التي تأثر فيها دخل الفرد وأصبح من الصعب حتى الحصول على قوته اليومي. بس أنا 4 أشهر قاعدين استاذ، كتنا الجوع، اكو ناس قاعدة بإجارات، الله شاهد أسألك موقف، والله العظيم ما حد با حتى تليفون، أنا أعرفه معرفة شخصية ولا سايق. بصراحة تأذينا احنا أصحاب عوائل عندنا احنا، ولازم نشتغل يعني، لأن صار أكثر من 3 أشهر احنا قاعدين، فلازم نطلع نشتغل. فحالنا حال دول الجوار هسه اللي فتحت الحظر وتعايشت مع الفيروس، أكيد احنا نقبل بهذا الإجراء. فرض الغرامات المالية على كل من لا يلتزم بشروط الوقاية الصحية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي كفيل في التعايش مع الوباء، وبالتالي يولد انفراجا اقتصاديا في دخل الفرد. هذا ما اقترحه بعض المواطنين. نلتزم بشروط الوقاية ونصعد يعني إلى هي السيارة تأخذ 4 نفرات نحط 3 حتى نتماشى ويا الوضع، لأن السات انضرينا، المصالح كلها توقفت، وإذا يبقى الوباء احتمال يتأخر، إذا تأخر راح تضرب مصالح البلد كلها، فماكو غير هاي الطريقة. التباين في رغبة المواطنين في التعايش مع الوباء أصبح واضحا وملحا، ما يضع الجهات المعنية أمام تحدي دراسة قضية التعايش مع الوباء وفق معايير وشروط السلامة الصحية الوطنية. بين مؤيد للتعايش مع الوباء وبين رافض له، يبقى على الجميع الالتزام بشروط الوقاية الصحية، وذلك حفاظا على السلامة الصحة المجتمعية. سامر الشمري، العراقية الإخبارية، بغداد.